اكو لاعب صار وعضو هيئه اداريه واسم كبير في عالم كره القدم. كنا قاعدين في غرفه الاخ يحيى صغير. والاخ يحيى صغير كان جدا متعاطف وجدا يعني متعاون وياي، واحد من احد الاسماء وعضو هو كان بامكانه انه يعطيني تثنيه، فحكاها بصريح العباره، قال والله انا انطي للي يفيدني، انا ما انطي التثنيه لشخص يعني ما احتراماتي كابتن النشاط، شنو فادني او شنو قدم لي كابتن النشاط يعني، هاي شلون بطريقه او باخرى.